انت كنت عم تحكي انه هالفيلم هيدا انت متوقع يعني شيء غير شكل يعني فيدباك من الناس. نعم. على هالموفي. نعم. شو بتحكي طبعا لنا؟ الفيلم Murder on the Orient Express، هذا الفيلم ما يخفى عليك يا انتقال وما يخفى على الجمهور الكريم انه تقريبا اكثر من 50% من الجمهور يعرف قصة هذا الفيلم عن طريق الرواية المشهورة اللي هي بنفس العنوان Murder on the Orient Express باي أغاثا كريستي. أغاثا كريستي هذه معروفة الكاتبة طبعاً. آها. هيدي كاتبة مفضلة لي بفترة من فترات عمري عندي. نعم، وهاي رواية قديمة يعني في سنة 31 هي it was published يعني هي يعني انتشر في ذيك الأيام يعني، والقصة هذه هي معمولة هي ترى هي شاطرة في كتابة القصص الغموض. هذا الفيلم غامض ويتكلم عن جريمة قتل، ويعني بما معنى جريمة قتل في القطار السريع أو القطار الشمالي السريع. طبعا الفيلم هذه اللي قرأ الرواية أنا أجزم أنه يعني بيكون عارف أشياء كثيرة من التفاصيل، لكن أيضا أجزم في نفس الوقت أنه راح يستمتع بالتخيلات اللي كان هو يتخيلها أثناء القراءة راح يشوفها أمامه في الشاشة. الشاشة هذه اللي يعني المستطيلة اللي أمامه اللي أخرجها كينس برانغ يعني عمل الفيلم بأسلوب جميل جدا، بحيث أنك تعيش الفترة هذه فترة الثلاثينات أو الفترة القديمة الجميلة هذه بالقطار، والرحلة اللي هي الرحلة اللي فيها وايد أشياء أجواء جميلة، سواء كانت أجواء الجليد الأجواء الخارجية الباردة الطبيعة الشغلات هذه، يعني أنت تحس تشعر أنك في عالم ثاني في فيلم مصنوع من خيال غريب وجميل صراحة. حلو. طبعا حلو. الفيلم يعني هو من إخراج مثل ما قلت لك كينس برانغ، والمخرج هذا أبدع كثير في مز هذه الرواية، والرواية على فكرة اللي ما قراها راح يمكن يستمتع يمكن بضعفين الشخص اللي قرأ الرواية، لأن في أحداث مهمة في هذا الفيلم اللي هي الغامضة المفروض ما تنحرق. وأنا بالنسبة لي أقول لك ياهم الحين يا امتثال، أي شخص يبي يحرق الرواية هذه أنا أعتبره هذا الإنسان ما عنده ضمير، لأن اللي بيروح السينما لازم يستمتع مع الفيلم هذا بمحتوى الكامل، لأن في غموض مهم. أنت حطيتنا هلأ بغموض فظيع هلأ، يعني أنت شوقتنا جدا. نعم. لمشاهدة الفيلم. طبعا هي فكرة الفيلم هي عن جريمة قتل تحدث في القطار. ايه بس انت عم تحكي. نعم. انه الصورة والسيناريو والاسلوب. نعم. انه شيء عجبك كتير، يعني طالما عجبك كتير يعني معناها انه شيء روعة. هيك بقيم دايما لما انت بتكون عم تعطينا النجمتين او ثلاثة بيكون الفيلم حلو كتير، فصرت اعرفك. نعم. قديش بخيل بهال الفيدباك. لا هو مش بخل يعني، هو السينما هي مبخلة عليه مو بنا البخيل عليه. فهلأ انت عجبك الفيلم هيدا؟ طبعا انا هو ما انا قلت من اخراج كينس برانغ، وهو ايضا بطل الفيلم يمثل في دور المحقق لهوركوليس. طبعا هذا الممثل اوريدي خذ جائزه اكاديمي اوارد او نومينيتد فور اكاديمي اوارد على فيلم لافز لابور لوست في سنه 2000، وهو هذا الممثل في هذا الفيلم يعني كاركتر جدا جميل جدا رائع، يعني عاش الكاركتر اللي هو موجود في النوفل، بس هني طبعا اضافات خاصه في السيناريو، اضافات خاصه من الممثل. دوره يمكن كان اجمل ادوار اللي موجوده في هذا الفيلم في دور المحقق، كان في طابع كوميدي ايضا في دوره، وفي نفس الوقت طابع الجديه موجوده في دوره. طبعا الفيلم فيه داخله جوني ديب، وفي داخله ايضا جوش جارد، وفي جوني ديب جاني ديب موجود طبعا في هذا الفيلم. أهو. وبين لوب كروز طبعا جاني ديب. انا ما ادري احرق عليكم شو هو دوره في هذا الفيلم، لازم واحد عشان يعرف دور لازم يشوف الفيلم. يشوف الفيلم شو هو الدور اللي موجود في جاني ديب. يعني انت عم تحكي لي كل عناصر اللي عم تحكيها كلها مشجع لي حتى اروح احضر هالموفي. نعم. ديسي رادلي بعد موجوده، وفي ميشيل بريفير مثل فيلم مذر قبل شهر شفناه في فيلم هذا الغريب والعجيب. أيوه. بدور اللي هي دور المرعبة هني في هذا الفيلم ترجع بدور الفاتنة ومختلفة أيضا وقوية أيضا فيها أداءها. على فكرة الجميع كان دوره قوي ومتساوي تقريبا في نظر خاص، ما عدا كينس برانغ اللي هو المخرج والبطل الفيلم، هو كان دوره جدا قوي لأنه قاعد يحل اللغز اللي بيصير. أنا أقول لك شيء مهم في هذا الفيلم، الفيلم هذا اللي ما قرأ الرواية ولا ما يعرف شو غموضه، عند نهاية الفيلم أي نعم الفيلم ترى فيه مطبات مملة حق بعض المشاهدين، في بعض المشاهدين يقول يا أخي لا أنا مليت، الكاميرا مو براضية تتحرك كثير، الكاميرا موجودة على زاوية واحدة أو على لقطة واحدة على فريم واحد والحوارات طولت، فهني أنا متأكد أن في بعض المشاهدين راح يملوا، بس عند نهاية الفيلم أنا متأكد أكثر المشاهدين راح يفتحون عيونهم
وما راح تتسكر عيونهم الا مع تتر النهايه لان المفاجاه جدا قويه. طب دايم نعطيك كم نجمه؟ كم نجمه؟ انا هذا الفيلم الله يسلمك يعني هو هو من الافلام الجميله والافلام الجيده، وانا اعتقد له راح تكون له ترشيحات يمكن او دخوله في الاوسكار يمكن بيكون بشكل 60-70% انا تقريبا متوقع بهذا الشيء. وهو يعني ما بقدر اقول هو افضل الافلام اللي نزلت هذه السنه، ولكنه من جيد من الافلام الجيده والمفضله، وانا هذا الفيلم اعطيه الله يسلمك تقييمي 4/5. اوه لا انت يعني ما تركت لنا مجال الا انه نروح نحضر هالموفي هيدا. ضروري حيكون موجود بكرة بصالة السينما بالإمارات. أنا بدي أشكرك كثير حمد سيف الريامي، مخرج وناقد سينمائي، يعطيك ألف عافية وإجازة سعيدة. الله يسلمك، شكرا. ليلانا مع انتثال.